معاك؟ الحمد لله دكتور، كله تمام يا دكتور. احنا اسمنا ناخد مواد حضرتك شويه على اساس نسال حضرتك على شويه اسئله في البيم ان شاء الله. تكرم عينك يا عمر، الله يكرمك دكتور. تأخذنا، انا اتأخرت عليك لا لا انا لجاوبتك اسف آخر مرة. الله يكرمك دكتور. طب لو نتعرف بحضرتك. بدك نطفي الفيديو احسن كمان للكواليتي تبع الصوت، خلاص ولا ماشي يا كيف دكتور، بدك نعمل؟ خلاص. طب انا هطفي الفيديو عندنا وحضرتك سجل على هطفي انا الفيديو عندي. خلينا نشوف اذا اوكي. سامعني منيح؟ انا سامع حضرتك يا دكتور. اوكي كثير منيح. ايه خيي يا عمر، تفضل. نتعرف حضرتك الاول. اسمي بلال سكر. كيف بدي اعرف حالي؟ بتخذني خي عمر، ولا مرة عامل انترفيو، عم حاول افكر شو لازم اقول. الله يكرمك. احكي بالانجليزي ماشي الحال؟ ماشي يا دكتور. اوكي. اسمي بلال سكر. I am a performance assessor. BIM performance assessor. ما بعرف كيف بدك ترجمها هي. اشتغل بمجال BIM من سنة 2003. تمام. انا دراستي هي تصميم داخلي، بعدين عملت دراسة بعد منها بموضوع الاركتكتشر مانجمنت، بعدين عملت بي اتش دي بموضوع البيم، وتخصص البيم تبعي بموضوع البرفورمانس اسسمنت، واشتغلت كونسلتنت او شيء، اشتغلت بيم مانجر لمدة 4 سنوات او 5 سنوات. انا اشتغلت كونسلتنت في شركتي الخاصة، وهلا من سنة 2009 لحديت هلا، من 6 سنين هلا، انا متخصص بمجال البيم بيرفورمانس اسسمنت. عندي I developed an online tool for assessing individuals، الاشخاص والشركات والمشاريع، assessment تقييم. ومن 2009 لهلا عم اشتغل بهذا المجال. الله يكرمك. طب حضرتك بيم، يعني لو حبينا نلاقي تعريف البيم ايه هو؟ نعم. طبعا بتسأل 5 أشخاص عن تعريف البيم، بيعطوك 6 تعريفات. تمام. نعم. فالتعريف اللي انا بتبعه هو التعريف اللي طورته بالريسيرش بالابحاث تبعيته، هو تعريف شامل اشمل من معظم التعريف الموجوده بالسوق، او يعني بمجال الابحاث. و بيم از ا سيت اوف تكنولوجيز processes and policies for building a virtual facility before it's physically built. هذا جزء المختصر تبعه. بالعربي البيم هو مجموعة من التقنيات وأساليب العمل وال كيف نقول policies بموضوع يعني الاشياء الريجوليشنز والكودز والستاندردز، يعني كل هدول سوا هن تمام البيم. تمام فالبيم هو مش بس تكنولوجيا. تمام على فكرة ده كان سؤال المهندس حمزة لحضرتك، كان باعت لحضرتك سؤال بيسألك البيم هو التكامل بين التكنولوجيا والعمليات والسياسات ولا هو تكنولوجيا بس؟ انت متابع على تويتر؟ انا متابعه، وكمان هو بعت السؤال ده لحضرتك برضه. خير ان شاء الله. انا تمام. اذا بهمك يعني هذا مختصر مفيد للتعريف، ولكن هو التعريف شوي اطول من هيك. تمام ماشي يا دكتور. طب دلوقتي البيم كان بدأ الناس تهتم بالبيم، ودلوقتي وصل لحد فين؟ هل هو فعلا انتشر في كل البلاد ولا لسه قدامه كتير على ما يبقى يدرس في الجامعات؟
نعم. هلا الجواب بيختلف حسب اي بلد، يعني اللي حطك عن مثلا انا باستراليا بيختلف عن UK، بيختلف تمام. عن US، بيختلف عن كذا بلد. ولكن خلينا نبلش انه البيم هو تيرم popularized، يعني صار مشهور باول الالفيه الثالثه، يعني بهذا القرن. ولكن التقنية والأسلوب كان معروف من آخر الستينات، ولكن ما كان يطلق عليه اسم بيم، وما نجح لأنه كان البيرسونال كمبيوترز كانوا بعضهم ضعاف، وكان تكلفة الكمبيوتينج يونت غالي، يعني ما كان ممكن تستفيد من هالتقنية. ولكن كترم اللي بنعرفه هلأ، مثل ما هلأ المتعارف عليه، بلش يشتهر بآخر التسعينات أول 2000، وشهر بشكل كبير وقت أوتوديسك اشترت رافت وضمتها ضمن برودكت تبعولها، ومن وقتها وعيوا الناس لموضوع البيم. ولكن طبعا البيم بيسبق رافت وبيسبق أركيكاد والبقية التولز. تمام. طب الفوائد بتاعت البيم، هل هي مرحلة تصميم بس ولا في جميع المراحل؟ يعني هل الفوائد المزمعة حول استخدام البيم في مرحلة التصميم هل هي فعلا فوائد حقيقية نابعة فقط من نزل الاستخدام، أو ما زالت محل نقاش؟ لا طبعا بابا محل نقاش. طبعا هذا بيختلف من مجتمع، من ماركت لماركت، من بلد لبلد. ولكن بابا مقبول مثلا ببلد مثل استراليا او باليو كي او باليو اس، انه هذا الموضوع حتى ينحكى فيه، صار الموضوع مسلم به انه له فوائد كبيره على كل اللايف سايكل، على كل يعني مراحل حياة الفاسيلتي، حياة البيلدينج، من وقت الانسبشن، يعني حتى قبل الديزاين، ضمن الديزاين والكونستراكشن والاوبريشن. حتى انه معظم الفوائد للبيم مش هي بالديزاين، هي بمراحل الكونستراكشن والفاسيلتي مانجمنت اوبريشن. تمام. طب دلوقتي لو احنا عايزين نستخدم البيم في إدارة المشروعات، يعني عايزين ندمج البيم بالبروجكت مانجمنت، ازاي نعملها؟ وهل لازم مدير المشروع يكون عارف فوائد البيم، ولا العملية تمشي ازاي؟ هلا في جوابين لهالسؤال. واحد انه البروجكت مانجر لازم يكون هو هلا هو الويك لينك، يعني هو اضعف حلقه بموضوع البيم ادوبشن، لانه هن اخر ديسيبلين او سبيشالتي تو اندرستاند ادوبت بيم بمعظم الماركتس. اوكي، فهن اضعف شيء، الديزاينر سبقوهم، الكونتراكتر سبقوهم، حتى جزء من الاونر سبقوهم، البروجكت مانجرز اخر شيء. فالبروجكت مانجرز لازم هن يعني كيف بدنا نقول يستفيدوا من موضوع البيم حتى يقدروا يطوروا اداره المشاريع بطريقه فيرتشوال قبل ما تكون فيزيكال. هذا اول سؤال، اول جواب. ثاني جواب، البيم بحد ذاته بيأثر كثير على كيف البروجكت مانجمنت ممكن تنعمل، لانه البيم بيشجع على الكولابوريشن او التعاون، اكسشينج اند داتا بطريقه نسبيا اوبن. ولكن التراديشنال بروجكت مانجمنت بيقسم المشاريع لاجزاء مختلفه، وبيحاول انه تو كنترول كل جزء وتو مينيمايز ذا ريسك. ففي شويه كونتراديكشن بين المودل مانجمنت اللي هي عمليه بتحاول تشجع الناس على التعاون على الكولابوريشن، وبين تراديشنال بروجكت مانجمنت اللي هي عادة بتحاول انه تقسم المشاريع لاجزاء قابله للكنترول وتخفف الريسك. تمام يا دكتور. هو اللي بيحصل في الواقع او بيحصل في المشاريع في الدول العربيه ان بيبقى في فريق بيم كويس، بس مدير المشروع ما بيبقاش عارف يستخدمه ازاي، فبيقولهم انتوا اشتغلوا، بينما مثلا بتلاقي الناس اللي هي بتعمل الشوب دروينج شغالين لوحدهم، ما فيش تعاون بينهم، الليد برضو شغال لوحده، الناس اللي شغالين في السايت شغالين لوحدهم، دوكمنت كنترول. فالمشكله يعني كلمة من حضرتك كده للبروجكت مانجمنت ان هو يستفاد من البيم ازاي، او ايه فايدة البيم عشان يخلص المشروع بطريقة افضل؟ طبعا للبروجكت مانجرز ان من المستفيدين الاكبر من موضوع البيم اذا 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 قرروا انه يستفيدوا منه، لانه استخدام البيم
من الديزاينرز او من الكونتراكتورز، بيعطيهم ترانسبيرنسي، بيقدروا يشوفوا، يكون عندهم early detection اذا في cost blowout، اذا في موضوع السعر عم بيزيد بيقدروا يستفيدوا منه بتقليل من موضوع ال RFIs. I don't know شو يعني RFIs بالعربي، يعني ال request for request، من طلب معلومات. نعم RFI. وإذا بدنا نلخصها بنقول إنه البيم بيعطي ترانسبيرنسي على كذا مستوى. على مستوى الديزاين حيكون كتير أوضح من الأول، على مستوى الكوست حيكون واضح من الأول للبروجكت مانجر، الريسك حيكون أوضح، الهيلث اند سيفتي حيكون أوضح. يعني 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 أكثر من أكثر المستفيدين من موضوع البيم هن الأونرز والبروجكت مانجرز اللي بينوبوا عنهم. تمام يا دكتور. طب حضرتك دلوقتي ربطت بين البيم والبروجكت مانجمنت، ودي من اهم الحاجات المطلوبه في السوق دلوقتي. طب عايزين حضرتك تربط لنا بين البيم والليد، ازاي نربط بين الاثنين دول؟ لان هو حضرتك عارف الخليج مهتمين جدا بالليد الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. نعم. هلا كمان هذا السؤال ممكن جاوب على كذا مستوى، ولكن خلينا نقول على مستوى conceptual، على مستوى عالي اذا بدك. البيم هو بيساهم بموضوع الـ environmental studies وال reduction of thermal impact وال carbon footprint. اوكي تمام. now ف موضوع الليد او اي سيستم جرين ستار او يو نو ديبندينج وير يو ار، هو مستفيد كمان من استخدام تقنيات واساليب والبروتوكولات تبع البيم، لانه بيعطيهم امكانيه دراسة البناية أو structure من حيث الـ environmental impact قبل ما ينبنى الـ building أو structure. تمام يا دكتور. طب إيه هي آخر مجالات وتطبيقات البيم في العالم كله؟ بمعنى؟ يعني احنا دلوقتي ما نعرفش حاجة يعني في الوطن العربي المشهور بيم ايكوال ريفيت، تمام، كسوفت وير او ايه الحاجات اللي هي قويه او منتشره في مثلا في ال 4 دي وفي ال 5 دي؟ ايه السوفت وير اللي منتشر؟ انا مش اختصاصي هذا الموضوع يا عمر. تمام. يعني ولكن اذا بدك تقول بموضوع الديزاين، ديزاين عم نحكي اركيتكتشر اند انجينيرنج، في عندك ريفيت، في عندك تيكلا. بموضوع الاركيتكتشر ديزاين عندك اركيكاد، فيكتور وركس، في عندك نيمتشيك، نيمتشيك جرافيسوفت، سوري نيمتشيك فيكتور وركس قلت اوريدي. بموضوع الكونستراكشن عندك فيكو، في موضوع الاوبريشن عندك ايكودومس، في يعني كميه كبيره جدا من السوفت وير اللي بتخدم البيم اوفر ذا هول لايف سايكل. ماشي يا دكتور. طب دلوقتي حضرتك ايه هو ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 7 دي؟ اصل احنا حصل اختلاف بيننا بالذات في ال 6 دي وال 7 دي والحاجات ديت، فحضرتك يعني ايه المرجعيه بتاعتنا اللي هتقول عليها نمشي عليه ان شاء الله؟ تسلم. ال 3 دي كل الناس بتعرف شو هو 2 دي والناس بتعرف شو هو 3 دي. هلا بننطلق منه انه 3 دي هو ثلاثي الابعاد، ومنترجمه لثلاثي الابعاد يعني ثلاثه variables x y and z. هلا اذا بدنا ننطلق لل 4 دي حنزيد variable، وهذا ال variable هو cost. احسب انه عندك الفا equal مثلا $1,000. اوكي فنفس ال 3 دي object عم تزيد له variable، وهال variable هو cost. اوكي سوري time. اذا بدك تمشي لل 5 دي بتزيد cost variable. هلا ببقى فيك تزيد variables على الجيومتري كاتريبيوتس وتضلك تسميهم 6D و7D و8D. يعني مثلا 6D المعروف عنه هو Project Life Cycle Assessment. Project Life Cycle Assessment منه variable، هو مجموعة كبيرة كتير من variables، هو actual discipline. فعشان هيك after 5D ما في agreement على شو معناته. يعني 6D و7D منهم valid من حيث المبدأ.
تمام. هو فعلا في بعض الاكواد بداوا يختلفوا في ال 6 دي وال 7 دي، الكود الامريكي غير البريطاني، فده اللي عمل يمكن شويه لخبطه كده، فلسه مش عارفين نمشي على انهي كود. هو حضرتك هو في كام كود دلوقتي من يعني اشهر اكواد ايه في البيم؟ أشهر ال الاكواد الستاندرد. آه نعم نعم هلا الليدرز بموضوع الستاندردز والبروتوكولز والبوليسيز هن اليو كي جوفرمنت. اليو كي عندها أقوى ستاندردز، وعندهم مجموعة من ستاندردز يسموا بباس أور بابليكلي افيلبل ستاندرد. هن هلا والأرقام المشهورة منهم يمكن حتى تعرف أشهرهم هو باس 1192، وفي منه خمس أجزاء صار باس 1192-2-3-4-5. هدول هلأ عم يتراجعوا بالأيزو، سو الأيزو عم يراجعهم كذا بلد، يعني في كذا بلد including أستراليا عم يراجعوا هذا الستاندرد أو هذا البروبوزد ستاندرد اللي بيقولوا، وممكن تو ادوبتد بعد ما يتعدل ويصير عام أكثر. فاليو كي هن الليدنج هلا بهذا الموضوع، بعد ما كانت اليو اس ليدنج، وبعد ما كان النرويج وفنلاند ليدنج. تمام يا دكتور. طب هي ايه اقوى الجامعات في العالم لو حد عايز يعمل ماجستير في البيم؟ صار في كمية محترمة من الجامعات عم بتقدم دراسات بيم على مستوى الماسترز، واللي بعرفهم هن الأكثر وحدة جامعة أنا بعرف عنها هي جامعة ميدلسكس، اسمها ميدلسكس باليو كي، ده عندها الدكتورة ماسترز في دكتورة هناك نهى نعم صليب. مصرية اه مظبوط تمام. نهى صليب. نعم وبنصحك تعمل معها مقابلة. تمام ان شاء الله يا دكتور، انا بعت لها على لينكد ان وان شاء الله اعمل معاها مقابلة ان شاء الله. نعم هلا هي عندها مشروع، عندها الماسترز بموضوع البيم مانجمنت، والناس اللي بيحضروه هن بروفيشنالز، فهذا اللي عجبني بالموضوع، ومنظم ضمن مواضيع يعني استراتيجي ومانجمنت تكنيكال. في كمان جامعات اخرى باليو كي، في جزء كبير اكشولي من الجامعات صار عندها ايذر ماسترز ان بيم، وهيك بيسموه بيم، او يمكن يسموه كونستراكشن انوفيشن، او ممكن يسموه كونستراكشن تكنولوجي. بس بالنهايه جزء يعني في يمكن خمسه او ست جامعات باليو كي عندهم ماسترز بموضوع قريب من البيم. بكندا في باليو اس قليل، بس في حسب ما بعرف في جامعتين. باستراليا في جامعه واحده، ولكن اذا بتغير الاسم، يعني اذا ما بكون مفتش على كلمه بيم، ممكن تلاقي كثير ماسترز بكل انحاء العالم بعم يعلموا موضوع البيم، ولكن مش ضمن تايتل البيم. تمام. ما هو في كتير، بس احنا بنسال حضرتك عشان نعرف الافضل، وبدل ما نقضي وقت وفلوس ونكتشف انها جامعه مثلا غير معترف بيها والدراسه فيها مش كويسه، فقلنا نسال حضرتك قبل الموضوع دوت. طب البيم في ناس كتيره يعني المصطلح بيلخبطه، لانه بيعتقد ان البي بيلدينج فهي خاص بالمباني كفيلل و هل البيم نقدر نستخدمه في الطرق او في المدن؟ نعم هلا للاسف البيم اسمه Building Information Modeling، ولكن هو بيطال كل انواع البيلت انفايرمنت وكل انواع structures. هلا طبعا ضمن البيم، اذا اعتبرنا انه بيم هي مثل مظله، مثل تيرم واسع، ممكن يدخل ضمنه Bridge Information Modeling، Rail Information Modeling، ولكن حتى الناس ما تلخبط حالها واذا نسمع كلمه بيم لازم يعتبروا انه بيم بيغطي كل انواع المشاريع الكونستراكشن، كل البيلت انفايرمنت بشكل عام. تمام. احنا شكلنا ده حضرتك دكتور حمد يعني بنستفاد من حضرتك في المعلومات ديت، فعايزين يعني الى اي مدى البيم ممكن يفيدني، يعني نسبه قد ايه مثلا في تخفيض التكلفه او في وقت المشروع تقريبا كده؟
نعم، ما في دراسات دقيقة هذا الموضوع أخي عمر، لأنه بيختلف كيف يعني البيم منه شغلة واحدة. يعني ممكن أنت تستخدم تقنيات بيم وأساليب بيم لحالك كديزاينر كإنجينير وتستفيد منها داخليا. أنا وقت كنت أشتغل ككونسلتنت كان المشروع نفسه إذا بتستخدمه بيكون 2D وبتنقله ليصير بيم، ممكن تنخفض تكلفته ل 40% يعني ديزاينر 40 امرار 60% اذا كان عم يعني اذا كنت عم تعمله بطريقه مرتبه. طبعا هذا الشيء بيختلف من شركه للتانيه، ولكن المعروف انه اكيد في انخفاض بالتكلفه بين 3 و7% بالكونستراكشن، ولكن دراسات منها دقيقه، ولكن كل الناس بتتفق انه في تخفيض بالتكلفه، بس ما حدا بيقدر يحدد الرقم. تمام. طب ايه الخطوات لو واحد مثلا شغال بيم كويس عايز يتحول لبيم مانجر، ايه المطلوب منه او ايه الحاجة الزيادة بحيث يتحول من بيم سبيشاليست لبيم مانجر؟ اوكي، هلا كلمة بيم مانجر صارت بتختلف كمان من محل لمحل، ولكن خلينا نحددها بشغلتين. البيم مانجر كذا نوع، عندك بيم مانجر تكنيكال يعني بيركز على موضوع البيم امبلمنتيشن، إدارة الموديل مانجمنت، الديفلوبمنت اوف كومبوننتس وفاميليز، وهذا شخص بيسموه بيم مانجر بكذا محل. ولكن البيم مانجر اللي هو بشركات أكبر وممكن يسموه بيم مانجر بيم ليدر، بالاضافه لموضوع التكنيكال مهمته انه تو مانج بيبل، فبهمه كمان انه تو مانج جروب اوف بيبل اللي هن كلهم بيشتغلوا بمشاريع. فممكن بشركه كبيره يكون في بيم مانجر واحد ويكون في 10 مثلا something they call بيم coordinator او بيم project specialist، وبيم مانجر بيكون عم بيديرهم. فمن شركة لشركة حسب حجم الشركة وين موجودة، البيم مانجر ممكن يعني أعماله ترينج فروم هو يشتغل على البروجكت حد نفسه ويبني الموديل، هلا صار اسمه هذا الشخص موديل مانجر أكثر. لا شركات كبيرة والبيم مانجر اكشولي ما بيعمل شيء بإيده، ولكن هي از مانجينج اذر بيبل اللي هن عم بيعملوا موديل مانجمنت. تمام يا دكتور. في سؤال بعدين حضرتك على موضوع القوانين، يعني انا الكلام ده لسه كنت شايفه محاضره قريب. هو الناس كلها شغاله بيم بس ما تخش بالها من نقطه القوانين، يعني ان هو في العقد لازم يكتب ايه اللي يحصل. مثلا هقول لحضرتك مثلا مثال، الموديل بتاع مين؟ هل الراجل اللي عمل الموديل ولا بتاع الشركه؟ لان المحاكم عندنا اصلا ما تعرفش كده، فهتيجي في البيم والريفت مش تقدر تفتي، فعايزين حضرتك نعم الموضوع دوت. انا بنصحك انه تشوف هلا في contractual language protocol هلا released من يومين من سنغافور، بيوضح هذه الامور بطريقه جيده. ولكن خان اذا بدنا نفصلها شوي بنقول انه الموديل اونر هو غيره الموديل، يعني الالمنتال اوثر. هلا بالبيم انت بتعرف هو مجموعه من الالمنتس، وببقى انت يعني انه هو مش موديل واحد، ولكن ممكن معمول من حيطان، من ابواب، من سلابز ارضيات، من كيف، من داكتس، من ستراكشرال بيمز. في تفرقه بموضوع الكونتراكتس بين مين الموديل اونر، يعني مين هو اون ذا موديل ات ذا اند، ومين بالاول هو يعتبر الموديل اوثر، يعني مين اللي بنى هيدي الفاميلي، ومين هو اللي بنى هيدي السلاب، وعنده المسؤوليه انه يضلوا تو تيك كير اوف ات انتل ات از سبميتد ات ذا اند از بارت اوف ذا فاينل برودكت. ففي فرق بين الاوثر والاونر. هلا طبعا كله بيتبع الكونتراكت، وشي بسموه بوقتنا هلا البيم اكزكيوشن بلان او بيم مانجمنت بلان. مين هو اونز ذا موديل او بارت اوف ذا موديل، اند هو اوثرز ذا موديل، اند هو ستوبس اوثرينج ذا موديل، اند ذير از ا تشينج اوف ريسبونسبيلتي. هذا كله صار ريجوليتد بمجموعه من ال بروتوكولز. باستراليا اسمه بيم مانجمنت بلان، بانجلترا اسمه بيم اكزكيوشن بلان، بامريكا اسمه بيم اكزكيوشن بلان. تمام يا دكتور. في حاجه اللي هي حضرتك كنت كاتب عنها مقاله قبل كده، اللي هي تقسيم الدول، يعني الدول دي لها مستقبل في البيم او ملهاش مستقبل او بتبتدي او هي وصلت لمستوى كويس.
نعم فايه القصه ديت؟ يعني الموضوع لسه جديد علينا. نعم كيف بكل بلد أخي عمر في شركات، مثلا إذا بتاخذ أستراليا، أوكي، مثلا من 10 سنين كان جزء صغير من الشركات، بس شركات الهندسة اللي كانت تستخدم تقنية البيم وبس عم تستخدمها لحالها، ولكن من 4 5 سنين صار الكونتراكتورز، وبعدين بلشوا الأونرز، وبتشوف هالشي كمان صار ب ب ب باليو كي. ففينا نقيس ك ك الماتشوريتي او نضوج البيم ببلد بنسبه الادوبشن، هاي واحد. فينا نشوف نضوج البلد ونقارن بين البلدان، فنقارن بين اليو كي وبين كندا مثلا، او بين دبي والامارات وقطر مثلا، بعده عوامل، منها عدد الشركات اللي بتستخدم بيم، منها اذا عندها جامعات بتدرس مواضيع خاصه بالبيم، اذا عندها بروتوكول خاصه بال مثلا الاوبجكتس، يعني شو كيف لازم يكون الفاميليز معمولين، في يعني عدد من العوامل اللي ممكن تنقاس بكل بلد. وعلى هالاساس فيك تقارن البلدين لبعضها وتشوف وين في نضوج للبيم اكثر من بلد ثاني. تمام دكتور. طب دلوقتي لو قلنا الافضل ان يكون في ان البيم يبقى يفرض في البلد ولا يبقى نسيبه اختياري؟ يعني عندنا مثلا في انا حضرتك طبعا عارف دبي فرضته، فهل الافضل نعم. يفرض ولا يساب عادي؟ للأسف ما في جواب سهل لهذا الموضوع. هذا بيعتمد على الـ على الكالتشر بالبلد، يعني شو معود قبل البيم، كيف الماركت معود. يعني أعطيك مثال، البلد اللي منه معود أن الدولة تفرض عليه كيف يتعامل، مثل US، مثل أمريكا، ومثل أستراليا، ممكن يرفض انه الدوله تتدخل بهذا الامر، وما بيقبل انه الدوله تفرض عليه، وهالشيء بيكون له رد فعل عكسي. ولكن في بلدان تانية وين الكالتشر هو انه الاندستري تتطلع للدوله تقول لها شو تعمل، مثل بجزء من بلدان الخليج، مثل بسنغافور، حتى يعني فينا نقول جزئيا باليو كي ولكن اقل. فهن اذا الدوله ما فرضت عليهم مش حيعملوا شيء. فاذا بتطلع على سنغافور مثلا، بس they only adopt شو اللي الدوله عم تطلب منهم يعملوا. فبهيك بلد المانديت ضروري، في بلدين تاني ما ممكن تكون في مانديت، فبيختلف من بلد لبلد. تمام يا دكتور. طيب هل الافضل يبقى في بيم ستاندرد الباك كلها وكل الشركات ماشيه عليها، ولا كل شركه تعمل لنفسها ستاندرد خاص بيها؟ لا طبعا الافضل انه يكون في ستاندرد واحد، تمام. ولكن للبلد اللي يكون عنده ستاندرد واحد لازم يكون عنده نوع من النضوج، فلازم يمرق بفتره يكون في عدد كبير من الجايدز وعدد كبير من الستاندرد، ووقتها يوصل لفترة نضوج بالمستقبل بيعرفوا انه لا لازم يكون في واحد. يعني 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 الجواب هو لازم يكون في واحد، ولكن مش الناس بتقتنع بهذا الشيء من الاول. تمام. يعني كل شركة تحاول تعمل حاجة خاصة بيها يعني الافضل اذا يعني بتسالني رايي رأي حضرتك. اوكي، رايي هو انه المانديت لازم يكون عامي، يعني لازم يكون في مانديت عامي جاي من الدوله، تمام، مش بالاشياء الصغيره. يعني ما بتحدد كيف بتسلم المشروع، ولكن بتحدد الاوتكم او ديليفربل، يعني شو اللي لازم يتسلم بالاخير. ممكن تحدد البرفورمانس ماتريكس تبع هذا المشروع او تبع الموديل، ولكن ما بتتدخل بكيف بينعمل الموديل، يعني شو التفاصيل. وبعدين الاندستري، مش الشركات، الاندستري اسوسيشنز، مثلا جمعيه المهندسين، جمعيه الميكانيكال انجينيرز، وات ايفر، عندهم دور انه يوعوا الممبرز تعولهم ويطوروا جايدز ترشد الشركات ضمن اللي هن ممبرز عندهم كيف هاو تو ميت ذا مانديت. يعني بيطوروا جايدز فيهم تفاصيل اكثر من المانديت اللي جاي من فوق. تمام. وبكل شركه ضمنها لازم يكون عندها بروتوكولز، مش ستاندرد، بروتوكولز لتقدر كل شخص ضمن هالشركه يعمل المودلز بطريقه نفسها، مثل اللي قاعد حد منه، مثل بغير فرع.
فموضوع الجايد اذا بدها فيك اسمه 3 اجزاء. الدولة عندها دور، الاسوسيشنز عندهم دور، والشركات عندهم دور. تمام. طيب يا دكتور، دلوقتي مثلا لو شركة قالت أنا هحط قوانين عامة وأقول إن أنا مش هستلم مثلا المشروع غير لو هو مثلا بيم، إزاي الدولة تعرف إن الموديل اللي جاي لها ده بيم؟ يعني إحنا مش هنقول إن هو مثلا ريفيت أو أرشكاد أو هو عايز حاجة بيم، فإيه الحاجة اللي تدلها إن الموديل ده معمول بيم مش كاد أو مش أي حاجة تانية؟ نعم. هلا طبعا اذا الاونر او الكلاينت او الجفرمنت، يعني اي حدا اللي هو حيستفيد، اللي هو اللي عم يشتري المشروع، اوكي، او هو اللي طلب المشروع، لازم يكون عنده نوع من الاويرنس، لازم يكون عنده نوع من النضوج بموضوع البيم. اذا الاونر ما عنده نضوج، اي شيء حيسلمه اياه الكونسلتنت او الكونتراكتور وشكله 3 دي وملون وكل شيء حيفكروه بيم. فالطريقه الوحيده انه نضمن انه اللي عم يتسلم هو بيم، وبم معمول بطريقه دقيقه وفي معلومات كافيه، هو اول شيء توعيه الاونر والبروجكت مانجر. وبعد ما يتوعى الاونر والبروجكت مانجر، لازم يطوروا ريكويرمنتس، يعني سلسله من الـ من الـ من الـ بيحددوا اكزاكتلي شو يعني بم بالنسبه لهم، شو لازم الانفورميشن يكون موجوده، ويكون عندهم شخص او اشخاص ضمن الاونر او البروجكت مانجر تيم يكون عنده خبره بتقييم شو عم يتسلم لهم. اذا هيدي الريكوايرمنتس مش مكتوبه وهالاشخاص مش موجودين عند الاونر او الجفرمنت، اي شيء حيسلمون اياه حيكون كانه بيم او مش بيم، ما حيأثر، يعني مش حيقدر يعرفه. تمام. لو هو سلم له حاجه 3 دي ماكس او كاد او مش او هيقدر يعرف. سكتشاب حتى. تمام تمام يا دكتور. طب دلوقتي احنا كنا في الاوتوكاد كنا بنشتغل على ال او دي ليفل اوف ديتيلز. طيب في البيم بقى، هل نفس الخط ال او دي ديت هي نمشي عليها في البيم؟ يعني فكره الربط لا، بين ال مختلفة. اه نعم. ايوه دكتور لا، محمد. ال او دي، لا دو في 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 نوعين ال او دي. هلا للاسف في عندك الليفل اوف ديفلوبمنت اللي هو الموجود بامريكا وموجود باستراليا، وعندك الانجليش سيستم اللي هو اللي بسموه ال او دي، بس هو معناته ليفل اوف ديفينيشن، اللي هو مقسوم لجزئين، موديل ريتشنس او ديتيل، سوري، موديل ديفلوبمنت وانفورميشن، ليفل اوف انفورميشن. موضوع معقد، بس خلينا نقول انه موضوع ال او دي هو كميه، هو مقسوم لنوعين، قديش الجيومتري ديتيلد، يعني مثلا عندك يعني قديش في تفاصيل، خلينا نقول بباب او بحيط، يعني شو معمول، وليفل اوف انفورميشن within the same object. يعني مثلا هل يا ترى هيدا الحيط حيقول قديش في فاير ريتنج، ساوند ريتنج، يعني قديش في كميه كونكريت، وات ايفر. ففي شيء جيومتري وفي شيء انفورميشن. فال او دي بموضوع البيم هو اكشولي الاسنس تبع البيم. يعني ما ممكن نقدر نحكي بالبيم بدون ما نحكي شو في ضمن كل كومبوننت ضمن الموديل. تمام. طب دلوقتي في ناس كتيره بتسال عن موضوع ربط البيم مثلا بالبيج داتا، نعم كيف؟ نعم، هذا موضوع الناس بتحب تحكي فيه، ولكن موضوع سابق لأوانه. الماتشوريتي تبع الموضوع، يعني اذا خلينا نقول عندك بروجكت تيم، ما شاء الله، هذا ده معاذ. معاذ ان شاء الله. انا ما شاء الله، الله يكرمك. هلا صار شيء، هلا برجع بدور الفيديو بتتعرف عليه. الله يكرمك ان شاء الله، الله يكرمك. ايه، ف لازم نوصل لموضوع البيج داتا از تو ايرلي. لازم يكون في ماتشوريتي ماركت، لازم يكون في كثير مودلز، في كثير بروجكتس، والداتا تبعهم ار كومبايند ان سنترال داتا بيس، وتقدر من خلال هذه السنترال داتا بيس تقدر تعمل كويريز، يعني تقدر تعمل انفستيجيشن لتستفيد من بيج داتا. سو كارنتلي ما عندنا بيج داتا بموضوع، يعني بيم ما بيجيب لك بيم داتا، انه كل موديل لحال وكل بروجكت لحال، بس تجمعهم كلهم مع بعضهم بسنترال داتا بيس لتشوف مثلا عند الدوله، ممكن ساعتها نحكي بموضوع البيج داتا. اما هلا ف
it's too early. تمام. هي دبي دلوقتي بتحاول تعمل 4D لدبي كلها، بحيث ال 4D مش مقصود بها موضوع الزمن، مقصود بها ان الواحد يقدر يدخل يخلص اجراءاته الحكوميه كلها من خلال المودل دوت. يعني الواحد بيدخل يمشي في المكان لحد ما يوصل للحاجه الحكوميه ويخش يخلص الاجراءات من خلال المودل نفسه. دي فكره كانت بتحاول جميل. تعملها على النت. طيب وعلى النت ده يكودنا النقطه الثانيه، موضوع البيم سيرفر، ان الشركات كلها تبقى شغاله في من كذا دوله وفي نفس المكان. نعم. نعم، موضوع الموديل سيرفر او الموديل سيرفر هو 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 اذا بدنا نفهم البيم مزبوط لازم نقسمه لثلاث انواع بيم، اوكي، او ثلاث مراحل للادوبشن للبيم. اول مرحله هو كل شركه عم تشتغل لحالها، المهندس عم يشتغل لحاله، الكونتراكتور لحاله، اوكي، وكل واحد لحاله. المرحله الثانيه او ستيج 2، الديزاينرز وعم يشتغلوا مع بعضهم، الانجينيرز مع الاركيتكت او الانجينيرز مع الكونتراكتور او الكونتراكتور مع الاونر، يعني في علاقه ثنائيه او ثلاثيه بيناتهم يوزنج مودلز. المرحله الثالثه هي وهي مرحله متقدمه، هو اكثر من ثلاثه او اربعه او خمسه او كل اطراف البروجكت عم يشتغلوا سوا على كومن موديل. هذا الكومن موديل ممكن يكون federated، يعني معمول من قطع وملزقين ببعضهم، او integrated، يعني وقت انجمعوا مع بعضهم فدابوا ببعضهم صاروا مثل كانه موديل واحد. موضوع الموديل سيرفر هو موضوع خاص بستيج 3، وفي جزء كتير 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 قليل من الشركات بكل انحاء العالم وصلت لهذا المستوى. يا دلوقتي بريطانيا في 2016 بتسعى انها توصل للمرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه؟ حتى اقل المرحله الثانيه، يعني واحد بلس. فليفل 2 تقريبا، مثل انا بستخدم كلمه ستيجز، هني بيستخدموا كلمه ليفلز. ليفل 2 باليو كي ممكن توصل له بدون ما يكون عندك موديل من ثيوري، ولكن احيانا يكون عندك موديل، فهو مثل 1 بلس. تمام. طب ده يقودنا الحاجه الثانيه، اللي موضوع ان انا لو شغال على سيرفر او كده ازاي اعمل سكيورتي للموضوع. يعني انا خايف من موضوع فيلم، في مسلسل اسمه بيرسون بريك، كان واحد نقل الرسومات كلها من الاوتوكاد، فلو واحد معاه الرسومات ديت من الريفت نفسها تبقى مشكله. فازاي الواحد يعمل او توعيه من حضرتك الموضوع ان الناس بتوزع الموديل بتاع البنوك على اصحابها وعلى ناس معرفه وكده. نعم نعم، هذا كله اي ثينك الناس عم تخاف زياده عن اللزوم. بمعظم الغالب الاعم من المشاريع ما عندهم مشاكل بالسكيورتي، يعني ما عندهم متطلبات بموضوع السكيورتي، منهم بنوكي، منهم حبس، منهم شيء عسكري. سو الغالب الاعم ما عنده هالمشكله، ولكن وقت نوصل لمشروع مثل البنك اللي في هيدا ضمن الاتفاق بين الكلاينت وبين الديزاينر وبين هيدا، حيكونوا طبعا protected by contract، انه اي شيء models او documents او حتى traditional CAD او حتى sketches انه يكونوا محميين من التوزيع. فنفس القوانين اللي كانت تطبق على هدول المشاريع قبل البيم هن نفسها تطبق بعد البيم، ما في فرق. تمام يا دكتور. طيب عايزين نعرف حضرتك الناس اللي هي بتتكلم اللغة العربية باهم المواقع اللي حضرتك بتكتب فيها زي بيم سينك سبيس او بيم فريم ورك، الموقع اللي حضرتك يعني بتمتعنا كل فتره بالكتابه فيها. عفوا شو السؤال؟ هو هل ايه الموقع اللي حضرتك بتكتب فيها بحيث نقدر نتابع حضرتك عليها؟ نعم، عندك بيم ثينك سبيس دوت كوم. هذا معمول انا بسميه انفورمد براكتيشنرز، يعني ال الناس اللي بيشتغلوا ب يعني مش ريسيرشرز، ولكن بنفس الوقت عندهم اهتمام عالي بالموضوع. وفي عندي بلوج اسمه بيم فريمورك، وهيدا للمتخصصين بالابحاث بموضوع البيم. وفي عندي ويب سايت اسمه bimexcellence.com، وهيدي متخصصة بالتقييم
الكومبتنسي والكابابيلتي يعني البرفورمانس ما اعرفش بالعربي للاشخاص. وفي اشخاص ممكن فور فري انه تو سبسكرايب وتفحص معلومات عن موضوع البيم. هدول هن في غيرهم ولكن هدول هن اهم شيء. تمام. طب ايه حضرتك الدراسات اللي حضرتك بتعملها دلوقتي؟ نعم انا اختصاصي بموضوع البرفورمانس اسسمنت، يعني تقييم اذا الشركات عم تستفيد من موضوع البيم بطريقه صح، واذا كانت ما عم تستفيد بطريقه صح شو لازم يعملوا. فانا اختصاصي تقييم، يعني تقييم اشخاص، تقييم شركات وتقييم بروجكت تيمز. هلا ابحاث اللي عم بعملها موزعه 3 انواع. عم بعمل دراسات ومنشوره، يعني نشرتها اوريدي، هو موضوع الانديفيديوال كومبتنسي. يعني مثلا بتقول بيم مانجر، شو يعني بيم مانجر؟ شو هن السكيلز، ايش مهارات، شو هن المعلومات، وشو الخبره المطلوبه عند البيم مانجر او عند السينيور اركيتكت بموضوع البيم او انفورميشن مانجر اتسترا. هاي اول جزء من الدراسه. الجزء الثاني من الدراسه بيركز على الشركات، شو هن اذا بدي يعملوا امبلمنتيشن شو لازم يعرفوا، شو لازم يعملوا، what should they implement. والجزء الثالث هو تقييم البلدان، يعني شو الفرق بين بلد، يعني بين عدد من البلدان بموضوع بم ادوبشن، يعني كيف بيختلف مثلا الوضع بدبي، كيف هن عم يعملوا المانديت والبوليسيز، وكيف عم ينتشر البيم عندهم، كيف يختلف الوضع هونيك عن مثلا كيف حيصير بالمغرب مثلا، او كيف حيكون بفرنسا او بكندا او باي بلد بالعالم. فعندي هالثلاث انواع من الابحاث بشتغل عليهم بنفس الوقت. ماشي. طب ايه اكبر مشاريع معمولة بالبيم، وايه اكبر البلاد اللي كويسة في البيم؟ أكبر مشاريع عم نسمع عنها هي مشاريع عم تيجي من الصين. بالصين بتشاينا عم يستخدموا تقنيات البم مختلفة لا يبنوا يعني كميات ضخمة من يعني large structures. عم يستخدموها بالبري فابريكيشن، عندهم تقنيات الاستخدام البم للبري فابريكيشن كتير متقدمة، حتى عم يقدروا يبنوا يعني ناطحات سحاب يعني متوسط الحجم بسرعة كبيرة بيس على تقنيات البيم والبري فابريكيشن. أكثر بلدان متقدمين برأيي هن بلدان اسكندنافية. موضوع البيم عندهم منه موضوع بينحكى فيه مثل ما نحن بنحكي فيه، لأنه already diffused، يعني already انتشر بشكل جيد بكيف الناس بتتعامل مع بعضها. فصحيح الشهرة هي لليوكي، ولكن الأقوى بموضوع البيم من البلدان الاسكندنافية مثل الدنمارك، سويدن، وفنلندا. انا بتهيألي فنلندا اول بلد عملت زي كود للبيم، واول بلد برضه عملت كود للبيم بتاع المدن او الطرق. نعم، فنلندا والدنمارك وبعدين سويدن. ان هدول البلدان اللي اول ما طوروا موضوع الجايدز، وبعدهم الجايدز طولهم اللي انعملوا بال2009، وحتى يعني اخر شيء 2012 بعضهم يعتبروا مرجع لهلا. الله يكرمك دكتور. طب عايزين نصيحة أخيرة كده من حضرتك للواحد، بحيث لو حضرتك جيت تقيمه يقدر ياخد تقدير كويس، إيه اللي ممكن يهتم بيه بحيث إن هو يبقى كويس في مجال البيم؟ طبعا هذا بيعتمد على هو الشخص مين هو، هل هو اركيتكت، هو بروجكت مانجر، لانه بيختلف. هلا في نوع من السكيلز مطلوبه من الجميع، وهدول السكيلز هن لازم يكون عندهم رقم واحد، لازم يكون عندهم خبره على القليله سوفت وير واحد بيم، يعني مثل ريفيت، اركيكات، تكلا، يعني واحد من هدول المشهورين لازم يكون عنده خبره جيده. بعدين لازم يكون عنده خبرة بالكولابوريشن، يعني كيف ممكن تو شير مودلز مع غيره، كيف ممكن تو شير ريسبونسابيلتيز بموضوع المودل. ولازم يكون عنده خبرة مقبولة بموضوع البروتوكولز، يعني شو المطلوب من كل شخص
الموضوع اللي حضرتك ذكرته، موضوع الكونتراكت شين ستاندرز اللي لازم يتطبقوا، وهدول المواضيع. فلازم يكون عنده خبرة تكنيكال، خبرة فانكشنال، وخبرة بموضوع الليجل. ألف شكر يا دكتور، احنا آسفين على وقت حضرتك إن شاء الله، ويعني إن شاء الله يبقى لنا لقاءات لما وقت حضرتك يسمح إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك. ما الله يكرمك تأخذني دكتور. خي عمر من اللغة العربية منها قد لا يعني لا، الله يكرمك معزز. دكتور، احنا عارفين نتكلم انجليزي ولا عارفين نتكلم عربي؟ الله يكرمك دكتور، انا هقفل واكمل مع حضرتك ان وينه شاء الله. وينه عرفنا على ابنك، وين اكيد راجل؟ انا هقفل مع حضرتك واكلم حضرتك تاني، هوقف هذا ما تسجيل في بس مشكلة. واكلم حضرتك تاني. ماشي يا دكتور، ثانية واحدة. ماشي، الله يكرمك.